مباراه البدايه 19 البدايه والكره في وسط الميدان. ما اظنش يعني الحافز المالي هو السبب الكبرى. خطيره هوب هوب حكم الاخ يقول ولا شيء بالفعل ولا شيء والكره ترجع شلت مريره في العمق. هذا يفعل جميله شلف من قوقعتهم منطقتهم صعب جدا. شوف التوزيع بوبو هدف ارتباك في محور الدفاع. اتحاد بن عباس في الدقيقة 35 تفتتح باب التسجيل. هي هذه الكرة هي اللي صنعت الفارق لأن هذه الكرة يعني الخطيرة. شوف يعني هنا اللاعب كانت نوعا ما سهل له حوالي 60 أو 70% هكذا. وقرة قارة أوبوبو جميلة قارة. شوف جميلة تتع في العمق أوبوبو شوف الهدف الثاني الهدف الثاني تمريرة تمريرة بل عباس لا تقع. هذه المدينة مدينة وقت اليدروج شوف الإعادة يدروج تقديمه ممتازة أوبوبو طيبة قارة بطيبة مرة أخرى وقد هدف أول تقليص الفارق. ثوانا صار شوف التسديدة الثانية بالنسبة للاعب الأولى كانت يعني ما كانش في الإطار الثاني يعني يمكن أنه يسجل لاعب البديل اللي دخل مكان بالحسين زكريا أقدر يصنع الفارق تقليص النتيجة. وبهذه الفرحة الإسيرية ببن عباس يعلن عن نهاية اللقاء. سعد بن عباس هدفين جمعية أولمبي شلف هدف. لقاء 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 مجنون. مشاهدينا فاصل إشهاري لنعود بعده مباشرة.